هل خاضت الشرعية حتى اللحظة معركة ناجزة؟ سؤال يقودنا إلى معركة كيف خسرنا حجور؟ وخسرت الشرعية فكرة مقاومة الميليشيا في عمقها القبري والجغرافي؟ ولماذا أحجم الجيش الوطني عن إسناد مقاومة حجور وتركها فريسة للميليشيا؟ أهلا بكم. أعلنت الحكومة اليمنية حجور منطقة منكوبة، ودعت الأمم المتحدة إلى التدخل لإنقاذ السكان بعد تصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي. ربما هذا أول تصريح رسمي من طرف الشرعية تجاه ما حدث خلال أكثر من 50 يوما. 50 يوما خاضت فيه المقاومة معركة وجودية ووقفت منفردة ضد هجمات ميليشيا الحوثي. الشرعية قيادة وجيش لم يحركوا ساكنا إلا من ضربات طيران التحالف، لكن كان لهم دور كبير في الخذلان الذي منيت به حجور خلال قرابة شهرين من الصمت. اليوم ميليشيا الحوثي تقوم بإعدامات ميدانية وتصفي أبناء حجور في منازلهم، تفجيرات وتصفيات وتنكيل وإعدامات ميدانية. والقيادة الشرعية والجيش والقبيلة، ما الذي قدمت غير إعلان هزيل بأن المنطقة باتت منكوبة وكأنها نكبت فجأة ولم يتم خذلانها بالصمت والتجاهل لكل المناشدات والصور والنزوح؟ قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة على هذه الجبال السوداء النائية، وسجلوا ملحمة حجور التي لن يغفلها التاريخ كمقاتلي إسبارتا. في تلك اللحظة التي خضعت فيها المدن للميليشيا حتى وصلت إلى سواحل خليج عدن جنوباً والأحمر غرباً، ظلت هذه الجبال عاصية عن الانكسار. أكثر من 50 يوماً دارت هنا معارك شرسة، لكن ما تقوله الشواهد إنه مهما بلغ صمود مقاتلي حجور، فمن دون تدخل الجيش الوطني بقواته وأسلحته تكون المعركة خاسرة. لكن الجيش لم يتدخل، ولم تحرك القيادة السياسية للشرعية ساكناً حتى سقطت بعض المناطق وبدأت الميليشيات تفتك بالمدنيين وتمارس عقاباً جماعياً ضد السكان، تنكيلاً وإعدامات ميدانية وتفجيراً للمنازل، ليبادر وزير حقوق الإنسان إلى إعلان حجور منطقة منكوبة. وقد بلغ عدد المنازل التي تم تفخيخها وتفجيرها خلال فترة أكثر من 40 يوماً إلى 24 منزل، منها 13 منزل تم تفجيرها. بعد صمت طويل إذن نطق وزير حقوق الإنسان عن جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين، مناشداً العالم التدخل لاحتواء هذه المأساة الإنسانية الكارثية. نعم، تفرض ميليشيات الحوثي حصاراً محكماً على قبائل حجور وترتكب جرائم حرب وإبادة، حيث سجلت 62 حالة قتل و217 إصابة، بينها 17 امرأة، بينما دمرت الميليشيا 1769 منزلاً حتى الآن، وأحرقت المزارع، واتبعت سياسة التهجير القسري لأهالي 27 قرية، وبلغ عدد النازحين من الأسر اليمنية 4268 شخصاً. بانكسار حجور ستخضع القبيلة مجدداً وتنكسر فكرة المقاومة في مناطق الحوثي. وفيما كان مقاتلو حجور يخوضون معركة وجودية، كانت الميليشيا تخوض معركة كسر العظم لتهذيب القبائل التي رأت في الكفاح خلاصها من بطش الميليشيا وطغيانها. كانت حجور أملاً لكسر هيمنة الميليشيا، وتحدث الجيش أنه لن يخذل حجور، لكنه فعل، وتركت حجور وحيدة في مواجهة أنواع الأسلحة الثقيلة التي استخدمها الحوثيون ضدها. الشرعية التي لم تحرز حتى اللحظة معركة ناجزة نصبت مقاعد الفرجة والندب ولم تحرك ساكناً. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية، مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت آسيا، أهلا وسهلا بكل المشاهدين. أهلا بك. إذن مسلسل خذلان رهيب مارسته الشرعية على كل من يقاوم ميليشيا الحوثي، ربما لن تكون النهاية في حجور، من العدين إلى بعدان إلى مريس البيضاء وعتمة أيضا، واليوم حجور. كيف تفسر مشهد 50 يوماً من الصمود قامت به حجور والشرعية تتفرج ولم تحرك أي ساكن؟ أولا شكرا جزيلا. دعينا أولا نترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا خلال هذا العدوان
الحوثي على أبناء حجور منذ 50 يوما. وفي الحقيقة حجور صمدت منذ 2012. حاولت الميليشيا الحوثية أكثر من مرة اقتحام حجور ومحاولة إذلال قبائل حجور، لكنها صمدت طيلة هذه الفترة. والمفارقة للأسف الشديد أن حجور صمدت عندما كانت وحيدة، لم يكن معها الدولة ولا التحالف من 10 دول بينها أكثر دول ثراء في المنطقة وربما في العالم، وصمدت ولم تسقط طيلة هذه السنوات. وعندما كان الحلفاء موجودون ويعني حاضرون في هذه المعركة، للأسف خسرت قبائل حجور المعركة، لكنها لم تخسر موقف الشرف في الدفاع والموقف الأسطوري الحقيقة في حق الدفاع المشروع عن النفس وعن العرض في مواجهة طغيان وعدوان ميليشيا الحوثي وحصارها الجائر على أبناء قبائل حجور. في الحقيقة للأسف الشديد يعني لفت انتباهي في التقرير وهو يتحدث عن أن الشرعية لم تحرز أي انتصار حتى هذه اللحظة، وفي الحقيقة اليمنيون وقفوا مع الشرعية بكل ما أوتوا من قوة والتفوا حول شرعية الرئيس هادي. للأسف الشديد الرئيس هادي الذي لم يقف مع نفسه ولم يقف مع الشعب اليمني، وأقولها بكل صراحة، للأسف الشديد يجب أن يستجمع الجميع شجاعته ويقول بكل وضوح إن هذه الجولة من الصراع في اليمن للأسف الشديد لم يكن هناك قائد على قدر المسؤولية، ولم يكن هناك أيضا حلفاء على قدر التضحيات الشعب اليمني وعلى قدر من الصدق والنزاهة والوفاء لتضحيات اليمنيين. التحالف ذهب باتجاه حسابات أخرى، المدرعات والأسلحة ذهبت إلى المهرة وإلى سقطرة وإلى المناطق السواحل والمناطق الحيوية في الجمهورية اليمنية التي لم تطأها أقدام الميليشيا الحوثية، بينما ظلت حجور تقاتل وحيدة بأسلحتها الشخصية في مواجهة ترسانة الأسلحة الثقيلة لميليشيا الحوثي التي نهبتها من الدولة، وظلت 50 يوما تقاوم بكل بطولة وبشكل يعني وبصورة أسطورية بالفعل، لكنها في الأخير فارق التسليح وناهيك أيضا عن الحصار الذي فرض على هذه المنطقة والخيانات التي تعرض لها، إضافة إلى الخذلان من الشرعية ومن التحالف في الوقوف إلى جانب أبناء حجور وقبائلها لمواجهة وصد طغيان وعدوان ميليشيا الحوثيين. في الأخير كانت هذه جولة من الصراع. صحيح أن اليمنيين وهم يخوضون اليوم أنبل وأقدس في الحقيقة معركة وجودية للهوية اليمنية ولليمنيين في مواجهة طغيان الإمامة بنسختها الحوثية الإجرامية المتوحشة، لكن عليهم أن يعيدوا النظر في كثير من الأمور، بما في ذلك أيضا مسألة المبادئ التي يتكئون عليها في مقاومة طغيان ميليشيا الحوثيين منذ الوهلة الأولى. منذ سنتين تقريبا في أحد برامج قناة بلقيس قلنا وتحدثنا بوضوح أنه يجب على التحالف وعلى الشرعية إعادة تفعيل أدوات تقييم أداء المعركة في اليمن والحرب، لأن هناك سنوات تمر من عمر اليمنيين. نحن اليوم نتحدث أخت آسيا عن 5 سنوات، هذه 5 سنوات يفترض في عرف الدول أنها فترة رئاسية يتم فيها انتخاب رئيس، بينما كان الرئيس هادي يعني هو رئيس لمرحلة انتقالية. إذن اليمنيون اليوم قضوا نصف عقد من أعمارهم وهم بانتظار عودة الشرعية إلى اليمن وممارسة دورها، وبانتظار صدق الحلفاء في دعم هذه الشرعية وفي استعادة اليمن والدولة اليمنية من براثن المشروع الإيراني وولاية الفقيه والإمامة البغيضة التي أطلت بقرنيها يعني في انقلاب 21 سبتمبر 2014. ولا يزال اليمنيون اليوم يتجرعون كل أشكال القهر والظلم على أيدي هذه الميليشيا. إذن عندما تسأليني كيف يمكن تفسير هذا للأسف هذا الخذلان، الحقيقة أن هناك عجز واضح، القرار مسلوب لدى هذه الحكومة الشرعية وهيئاتها، بما في ذلك أيضا للأسف الشديد أن منظومة الأحزاب السياسية كلها التي ارتهنت
إلى التحالف وأصبحت عاجزة. نعم، سنتحدث عن هؤلاء جميعا أستاذ محمد، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا الكاتب عامر السعيدي، وهو أحد أبناء حجور، وربما صوته الذي أوصل مأساة حجور لكل العالم من مأرب عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عامر. مساء الخير، أهلا بك معنا. كنت صوت أبناء حجور منذ بداية المعركة. عامر، ما الذي تقوله اليوم، أو ما الذي يريد أبناء حجور قوله عبرك؟ لم يعد هنالك شيئا يقال. انتهت المعركة اليوم في العاشر من مارس بهزيمتنا، أو بالعكس بخلودنا وبهزيمة وسقوط شرعية والرئيس عبد رب منصور هادي ونائبه ورئيس حكومته ووزير دفاعه وقائد المنطقة والسعودية والتحالف، كلهم هؤلاء هم الذين هزموا اليوم حجور. هؤلاء هم الذين الآن يمعنون في التمثيل بأهلنا. هؤلاء هم الذين حذلونا. يقول الحوثي وهو يقتل ويفجر ويدمر هو الله، ونقول نحن هو الرئيس وحكومته وشرعيته. بعد 55 يوما من الحرب على هذه المنطقة، استطاعت ميليشيا الحوثي اليوم أن تدخل قرانا، أن تفجر بيوتنا، أن تحاصر أمهاتنا وأطفالنا. في قرانا نحن بني سعيد كان أكثر من نصف ناجحي المديرية هم اليوم مع أهلنا تحت الحصار وتحت الضرب والنار والاشتباكات دائما حول بيوتنا. لا نريد أن نقول شيئا ولا أن نتباكى، هذا قدرنا وهذا مصيرنا وهذه معركتنا اختارها رجالنا وهم يعلمون. نعم، وربما عامر كان يعلمون نهايتها واحتمالاتها. نعم، أتذكر يعني منذ يومين وأنت معنا وأنت تقول أن هذا هو قدر حجور، أن تعري كل هؤلاء الذين ذكرتهم بهذا الخذلان والصمت. ما هو تفسيرك يعني لبيان أو إعلان اليوم بأن حجور منطقة منكوبة؟ يعني هل تذكروها الآن بعد أن انتهت المعركة؟ يا أختي، هذا هو ديدن، وهذه هي طريقة وأسلوب حكومة الشرعية منذ أن جاءت في 2012. عندما تنتهي المعركة وتخسرها تماما، تخرج لتضر دماء العيون. نحن في حجور نعلم، وكنا على يقين وثقة، كل الناس كل القيادات كنت أتواصل بها وهي تقول ما سأقوله الآن، أن الرئيس عبد رب منصور هادي والنائب علي محسن الأحمر والسعودية لا يريدون لهذه المعركة أن تنتصر لأسباب كثيرة، أهمها أن الرئيس الذي تعرض للإهانة واللطم بالأحذية والاعتقال داخل بيته لا يريد لأحد أن ينتصر على الحوثي ليظل الناس كلهم مهزومون معه، وأن النائب الذي أخرج من بيته ومن صنعاء فارا باسم عائلة السفير وغيره هو أيضا لا يريد لحجور أن تنتصر. كان هؤلاء بإمكانهم اتخاذ قرار تاريخي وشجاع لفك الحصار عن أبناء حجور، وهم على مرمى حجر منهم، لكنهم جميعا تقاعسوا واكتفوا بالإتصال بقادة المقاومة أو إرسال 1 مليون أو 3 مليون. وتقاعست السعودية التي أسخنها الحوثي في عمقها وظل يقاوم معها هي 10 دول 4 سنوات، وهي الآن تنتقم من أبناء حجور الذين صمدوا 55 يوما لكي تقول أن الحوثي هو يعني أن الحوثي الآن يفعل ما يفعله بالجميع لأنه ميليشيا لا تملك ضمير ولا غيره. الحوثي يمتلك قوة الدولة، والسعودية فشلت في مواجهته وأفشلت حجور. في ليلة سقوط العبيسة، قبل سقوط العبيسة ب3 أيام، يضرب يزحف الحوثي بآلاف المقاتلين وعشرات ومئات الأطقم والمدرعات والدبابات تمشي على الإنسان، وتوقف قصف الطيران ل3 أيام. كنا نسكت ونقول من أجل أن ربما يكون هنالك أمل، ربما نتخارج. كانوا يقولون للسعودية للعمليات المشتركة اقصفوا جبل المنصورة، فيردون عليهم أن هذه منطقة للصليب الأحمر. ومن متى جاء الصليب الأحمر إلى كشر؟ تقدم الحوثي بعد سقوط العبيسة حتى وصل مركز كشر، لم يعترضه أحد بغارة أو غيره، وعندما وصل إلى كشر قصفوا البيوت وقصفوا كل مكان.
الآن الحوثي يدمر بيوتنا وينتهي. نعم، ما الذي يصنعهم بالضبط عامر؟ يعني هل وضعتنا في صورة الجرائم التي يرتكبها الحوثيون اليوم في هذه المناطق؟ اليوم استطاعوا الوصول إلى بيت الشيخ أبو مسلم الدستوري، واستطاعوا أيضا اعتقاله بعد أن وعدوه، بعد أن سلم نفسه ليفتري أهله وأسرته وجماعته، وأعطوه الوعد ذلك. وعندما سلم نفسه فجروا بيته وكسروا أهله وفجروا حصنا أثريا بجوار البيت، وعندما انتهوا منه نزلوا إلى بيت الشيخ علي فلاس الحجوري وفجروا بيته، ثم توجهوا إلى بني سعيد. هم الآن يدكون منطقة الدرب في بني سعيد يحرقونها، ويواجهون الشباب الذين لا يمتلكون إلا ما تيسر من صمود وقوة وعزة ورغبة في الموت بشرف وكرامة، وقوفا لا بطاحة ولا عزة. هذه معركة سوف نرويها لأجيال اليمنيين من بعد جيل، وسوف تظل وصمة عار في وجه هذا الرئيس العار وفي وجه حكومته وجيشه. 500,000 جندي يتكلمون عنهم، لم يتحرك منهم جندي واحد، لم يطلقوا طلقة واحدة باتجاه كشر، وهم يرون كل مساء وكل ليلة وكل زحف النيران وهي تلتهب البيوت، يرون القصف ويرون تحرر الناس لكل نسل، واكتفوا بأن الإنذارات الجوية. نحن كنا نسكت على مضض، الإنذار الجوي كان عبارة عن ذخيرة قير كافية. أتصل بقائد المقاومة يقول لي أنه يصرف 90 شنطة في الليلة للمقاتلين، وتصلهم أقل من 30 شنطة في كل إنزال. التغذية أيضا هي تصل وقد اعتقن الزيت مع القمح مع الرز مع الجبنة، تصل عجينة لا يستخدمها أحد. ماذا بقي منهم؟ كل شيء هو كلام من أول يوم. كان النصر وكان المستحدث الحقيقي والإسناد لأبناء حجور هو تحريك المنطقة العسكرية الخامسة. ولو أنهم خلال 60 يوما تقدموا كل يوم نصف كيلو فقط كانوا وصلوا قبل شهر كامل، وكانت المعركة قد تغيرت وقد صنعت مسارا آخرا للقضية اليمنية. لكنها اليوم انتهت القضية اليمنية كاملا، وأصبح الحوت والحاكم الشعبي. نعم عمر، إذا عمر الصوت لم يعد واضحا، ويبدو أننا فقدنا الاتصال. شكرا جزيلا لك عامر السعيدي الكاتب، كنت معنا من مأرب. أعتذر منك أستاذ محمد. ينضم معنا أيضا الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور أختي العزيزة، يا مرحبا. أهلا بك. إذا أعلنتم اليوم حجور مدينة منكوبة، ألا ترون أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا؟ بكل تأكيد نحن جميعا الخطوات تأخرت جميعا لإنقاذ أهالي حجور، لكن كنا نأمل أن يكون هناك تدخل سواء من الجانب الإنساني من قبل الأمم المتحدة أو من قبل المنظمات، لكن حينما وجدنا نوع من الخذلان لمديرية كشر ومديرية أسلاح الشام ومناطق حجور، كان من المهم إطلاق هذه العبارة أنها منطقة منكوبة من أجل أن نلفت أنظار العالم إلى يعني الثانية. لو كانت أطلقت من قبل ألا تعتقد أن العالم سيلتفت إليها بصورة أسرع؟ يعني ما الذي يجدي الآن هذا الإعلان؟ أعلم أنه الآن يعني يتم هناك مجازر في حق الناس، ولكن أيضا المدينة محاصرة أو المنطقة محاصرة منذ 50 يوم. لو كان تم هذا الإعلان ربما لا حدث ضغط دولي على ما يحدث. تم المخاطبة من قبل وزارة الخارجية وكذلك من قبل وزارة حقوق الإنسان بشكل رسمي عبر القنوات الدبلوماسية بمضمون هذا الأمر من قبل يعني أسابيع وقبل أيام من اليوم، لكن اليوم نحن أعلناها أمام العالم وقدمنا نداء إنسانيا للأمين العام للأمم المتحدة حينما وجدنا أن القنوات الدبلوماسية
لم تفي الغرض، وكان لازم أن نصارح العالم عن حقيقة النكبة والمأساة الكبرى التي تحصل هناك. ما الذي رد عليكم به المبعوث الأممي أو الأمين العام بعد الإعلان؟ أرسلنا اليوم نداء إنسانيا من خلال المؤتمر الصحفي أعلناه، وقدمنا من خلال القنوات الدبلوماسية، ونتوقع إن شاء الله أن يكون هناك ردودا، وهذا أقصى ما نستطيع أن نعمله في هذه المرحلة، أن نوصل صوتنا للأمم المتحدة وقبل ومن خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل الاتصال المتاحة. نعم، يتساءل الناس أستاذ الآن. نعم. نحتاج من الآن أكثر من أننا نلقي اللوم على ذاك الطرف أو هذا، نحتاج الجميع أن يقيم حقيقة الوضع، علاقة التحالف والشرعية، أداء الشرعية بشكل عام، من أجل أن ننتصر لما بقي من اليمن. البكاء على اللبن المشكوب غير صحيح وغير مطلوب في هذه المرحلة. نحن اسمح لي دكتور محمد، يعني لم نتباكى بعد ما حدث، نحن نتباكى قبل أن يحدث، يعني نحاول أن نلفت انتباه الشرعية لما يحدث، نتحدث دائما قبل حدوث المأساة، أما بعد المأساة ما الذي يجدي يعني؟ صحيح أختي، أتفق معك. لهذا نحن الآن نحث الجميع عن وخصوصا الأمم المتحدة على فتح ممرات آمنة وإخراج النازحين وتوفير الماء والمسكن لهم، لأن هناك بحسب المعلومات التي تصلنا تباعا هناك الآلاف، أكثر من 4286 أسرة نزحت، وهناك من سكن الكهوف ومن سكن الوديان، فوضعهم الإنساني صعب جدا، محتاجين أن نسلط الضوء على هذه المأساة والحرب البربرية والإعدام الكبير وحمام الدم الذي هو حاصل الآن. ميليشيات الحوثي تقوم بإعدامات بالجملة، تقوم بعملية قتل بما فيها نساء حوامل وأطفال حتى المصابين. نعم، هل يتم توثيق هذه الانتهاكات دكتور محمد بفيديوهات؟ نعم، يتم توثيقها، وأرسلنا تقريرا شاملا إلى كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية ليزا جراندي. وأستغرب حتى الآن هذا الصمت المريب والكبير. نعم، أنا كنت أود أن أسألك دكتور محمد، يعني المبعوث الأممي لم يتكلم بكلمة واحدة عن حجور والتي تدار فيها المعركة منذ شهرين، وتعلم معي ويعلم العالم كيف تضج جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة حين مجرد التحرك بشكل بسيط في الحديدة، لا تجد أن هناك مفارقة يعني يستغربها الجميع، وربما توصلنا إلى رسالة أن الإنسان وما يحدث له ليس من أولويات هذه المنظمات؟ في الحقيقة أتفق معك أختي آسيا، توصل صمت هذا من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين، أي أمن وأي اسم دوليين يبقى، وإذا كانت التسوية السياسية التي أدخل فيها اليمن الآن يعني يتم العبث فيها بهذا الشكل وقصف الآمنين بهذا الشكل وحالة الإبادة الجماعية وتطهير الأرض التي يحصل في مناطق حجور، الأمم المتحدة تحتاج إلى أن تفيق، لأنها تقدم رسائل خاطئة للميليشيات من خلال صمتها. الميليشيات ستستمر طالما الأمم المتحدة صامتة. نحن تفاجأنا حينما حصل قصف أو الضحيان والباص الذي راح ضحيته أطفال في صعدة قبل حوالي عام، قامت منسقة الشؤون الإنسانية ريز جراندي وذهبت إلى صعدة، هذا لا تذهب الآن إلى حجور وترى بأم أعينها ما يحصل من استهداف للمزارع وللبنيان وللإنسان وللنساء وللأطفال وللشيوخ وحالة النزوح الجماعية بهذا الشكل، لماذا؟ هذه أسئلة كبرى أمام الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية العاملة في اليمن. نحن نخاطب من خلال منبركم الآن، نخاطب وخاطبنا اليوم الضمير الإنساني أن يفيق من صمته، لأن هذه الجرائم جرائم بشعة وإبادة جماعية وتطهير عرقي، لا يمكن أن يصمت العالم. أنا أخشى عبر القنوات. نعم، أنهم يجدون أصلاً دبلوماسية رسائل رسمية وموثقة بكل هذه الانتهاكات، والمسؤولية ستلقى عاجلاً أم آجلاً على القوى الدولية التي شاهدت وعلمت بما حصل بحجور ولم تحرك ساكناً. مجلس الأمن عليه أن يصدر بياناً أو قراراً لوقف هذه المجازر، لأنها مجازر بشعة ولا يمكن أن تمر مرور الكرام. نعم، أخشى فقط دكتور محمد أن يكون صمت
العالم هو جزء يعني من صمت الشرعية. يعني للأسف الشديد طوال هذه الفترة لم نسمع أي بيان، لم نسمع أي تحرك، لم نسمع أي شيء للإعلام، حتى وإن حدثت كما قلت مراسلة دبلوماسية لم تظهر حتى للناس، حتى يشعروا أن هناك صوت يتحدث باسم هؤلاء. فبالتالي كيف نلوم صمت المجتمع الدولي ولم نجد أي صوت من قبل الشرعية؟ والله يا أختي آسيا، أنا لا أريد أن لست في صدد الدفاع عن يعني بشكل عام، لكن لا نظلم الشرعية بشكل كبير. نحن في الأسابيع الأولى قدمنا بيان تلو البيان، وأعتقد نشرناه بوسائل الإعلام المختلفة، والتحرك قد يكون ناقصا من قبل الجيش اليمني الذي يجب أن ينفض الغبار عنه، وكان يجب أن يتحرك وهو على بعد 20 كيلو. نعم. على كثير من القوى، على مؤسسات الحكومية المختلفة، على إيواء النازحين، كلنا نتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية مشتركة. نعم. كل تأكيد ستظل يعني لعنة حجور تطاردنا جميعا، وسيظل هذا العار على جبيننا جميعا بدون استثناء. كقوى سياسية خذلت حجور في مرحلة صعبة، كحكومة تتعالكل، الجميع يتحمل المسؤولية بشكل أو بآخر، وعلينا الآن أن نستفيد من هذه التجارب ونمنع أي تداعيات لها في المستقبل القريب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذن أستاذ محمد، يعني الكثير من المفارقات حدثت في معركة حجور، سواء من قبل الأمم المتحدة أو من قبل الشرعية، والذي يحدث الآن إنسانيا كيف تعلق؟ يعني أولا في الحقيقة ما يتعلق بموقف الحكومة الشرعية، وهو موقف مخزن في الحقيقة، ولا يشرف أحد الدفاع عن هذا الموقف، إن على صعيد الحكومة التنفيذية أو على المستوى العسكري والجيش. يعني قوات المنطقة العسكرية كانت على مقربة كيلومترات من منطقة حجور، وكان يفترض أن تتحرك، ونحن سمعنا قبل قليل يعني حديث الأخ عامر السعيدي، وهو ظل طيلة الأيام الماضية يناشد ويتحدث، بل يجري اتصالات مباشرة مع قادة عسكريين يحاول استنهاض شرفهم العسكري للدفاع عن أبناء حجور، لكن للأسف الشديد تم خذلان حجور على هذا النحو. وبالتالي أول من يلام بالفعل هو الجيش اليمني، الذي يعني يعول عليه اليمنيون إنقاذهم من المشروع الإمامة بنسخته الحوثية الإجرامية وإعادة مؤسسات الدولة. كنا دائما نقول ولا نزال نراهن على أن الجيش الوطني هو رأس مال المشروع الوطني والدولة اليمنية، وبالتالي يفترض أن يكون حاضرا وبقوة في كل تفاصيل هذه المعركة في استعادة الدولة اليمنية، وفي الدفاع المشروع عن النفس وعن طموحات اليمنيين في بناء دولتهم، وفي الحفاظ على جمهوريتهم ومكتسباتهم التاريخية، وفي حماية هويتهم التي تحاول اغتصابها ميليشيات الحوثي. لكن للأسف الشديد كما قلت، كان موقف قادة الجيش موقف مخزن للغاية، ويتحمل المسؤولية بدرجة رئيسية القائد العام للقوات المسلحة كما نعرف، وهو الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأيضا نائبه. نعم. ورئيس الحكومة ووزير الدفاع وكل المسؤولين والقادة العسكريين في الجيش. نأتي إلى الحديث عن أيضا على المستوى الحكومة التنفيذية الشرعية، سواء وزارة حقوق الإنسان أو الخارجية، ويتحدث الدكتور محمد عسكر مع تقديري لجهده ولنشاطه ولضميره الإنساني والحقوقي، لكن يفترض أن يكون هناك دائما تقييم لأداء كل جهاز من أجهزة الدولة والحكومة فيما يخدم المعركة، بمعنى أن تكون كل الملفات التي يجري الحديث عنها أو التي تتولاها الحكومة هي في خدمة المعركة الأصل، تسخر لهذه المعركة. وبالتالي كان يفترض على سبيل المثال أن يكون هناك غرف عمليات طارئة لكل قضية، بما في ذلك مثلا حجور، كان يفترض أن تباشر وزارة حقوق الإنسان بإنشاء خلية تقوم بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية الدولية ومع الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومع مكتب المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ومع أيضا سكرتارية الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إطلاعها يوميا على تفاصيل ما يحدث من جرائم مروعة ومن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشفوعة بالأرقام، بالشهادات، بالفيديوهات. اليوم نحن نحاول أن نبحث عن مقطع فيديو
لتفجيرات المنازل مثلا أو لانفجارات الصواريخ الباليستية، 3 صواريخ أطلقتها ميليشيا الحوثيين على قبائل حجور لم نجد حتى للأسف الشديد، لأن هذا يكشف قصور أداء كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك أيضا وزارة حقوق الإنسان. كان يفترض أن تحمل على عاتقها تشكيل خلية للتواصل مباشرة مع بعض الناشطين من أبناء المنطقة للحصول على مثل هذه التفاصيل، التوثيقات والفيديوهات وما إلى ذلك. إذ أيضا التحالف الذي ظل يتفرج على تعزيزات الميليشيا الحوثية على مدى 50 يوما، تعزيزات تذهب من صعدة ومن صنعاء ومن عمران إلى منطقة حجور وتتخذ أماكنها ومواقعها وتعمل تحصينات ويتم التفرج إليها بينما تستكمل كافة الاستعدادات، ثم نتحدث عن غارات يعني جوية أحيانا قد تسفر عن ضحايا مدنيين مثل ما حصل اليوم كما تحدث بعض الأخبار عن استهداف سيارة كان على متنها مدنيون للأسف الشديد. إذن الجميع يتحمل مسؤولية. بالنسبة للجيش الوطني على المستوى الأفراد، وهنا في الحقيقة يجب أن نكون يعني منصفين لهؤلاء، قدموا كل ما عليهم. في الحقيقة هناك لدينا مجموعة من الشباب أو يعني آلاف من الشباب نذروا أرواحهم وحملوا أرواحهم على أكفهم دفاعا عن اليمن وعن اليمنيين وعن مستقبل الأجيال القادمة على الأقل، وفي مواجهة هذه الجائحة المتمثلة بانقلاب ميليشيا الحوثيين وحربها على اليمنيين. لكن كيف يتم إدارة هذه القوة البشرية الهائلة وهذه الاندفاعة؟ أولا قادة الجيش متخاذلون وفاسدون، وللأسف الشديد أيضا التحالف غير جاد، واليمنيون اليوم بدأوا مش من اليوم، من وقت مبكر للأسف الشديد يفقدون الثقة بالشرعية ويفقدون الثقة بالتحالف، وتتعزز هذه القناعة يوما بعد يوم عندما يجدون أن مناطق التي حررت من قبضة الميليشيا الحوثية تعبث فيها ميليشيات أخرى أنشأها التحالف نفسه، الإمارات التي أنشأت في الجنوب، وأنا لا أريد أن أستطرد، ولكن على هذه الأمور في غاية الأهمية، هي تكشف جانب الخلل في إدارة المعركة في اليمن. التحالف الذي ذهب إلى المناطق يعني لتحرير المناطق أو لتحرير اليمن في المناطق الجنوبية على سبيل المثال أنشأ كيانات مسلحة وأثار الفوضى والاغتيالات السجون السرية وانتهاك كرامة الإنسان اليمني. هذا السلوك وهذا هذه الحالة أعطت انطباعا لليمنيين كلهم بأن التحالف غير جاد في إنقاذ اليمنيين وفي الوقوف معهم لاستعادة دولتهم، بل ذهب للبحث عن مطامعه وعن مصالحه على حساب مصالح اليمنيين وعلى حساب استعادة الدولة. نتحدث قبل أيام عن أحد المغردين الإماراتيين بشكل واضح يقول أنه يعني بالإمكان التفاهم مع الحوثيين ليحكموا المناطق الشمال بينما تحكم الميليشيا الممولة إماراتيا مناطق الجنوب. إذن للأسف الشديد هذا السلوك الذي يعني الذي طبع حالة التحالف طيلة الفترة الماضية وعجز الشرعية، للأسف الشديد هم سبب خسائر اليمنيين المتوالية منذ انقلاب ميليشيا الحوثيين. هذه الميليشيا كل يوم تكسب الوقت في توطين مشروعها الطائفي في المجتمع، تكسب الوقت في معرفة كيفية إدارة مؤسسات الدولة والجماهير في المزيد من الطمع في التواصل حتى مع العالم الخارجي، وفي محاولة إقناع العالم بأنها سلطة أمر واقع يعني. وبالتالي كل إخفاق في لدى الشرعية ولدى التحالف يذهب كرصيد لحساب الميليشيا الحوثية ومشروعها التنميري. نعم، هي تستغل ضعف الشرعية بشكل أو بآخر، ولكن دعني أسألك أيضا كيف تبعت ما فعلوه بأبناء حجور من قتل وسحل وتفجير المنازل وإعدامات ميدانية كما نستمع؟ أولا في الحقيقة في كل حروب الحوثيين تعمد الميليشيا الحوثية عندما تقرر اقتحام منطقة ما، فهي أولا تحاول حشد أكبر عدد ممكن من عناصرها إلى تخوم هذه المنطقة، وأيضا تحاول توفير أكبر قدر ممكن من القوة النارية، وكأنها تغرف من بحر عندما تطلق نيران كثيفة على هذه المناطق، وتستخدم حتى كما أشرت قبل قليل الصواريخ الباليستية بعيدة المدى أو متوسطة المدى من أجل إرهاب الناس وإثارة حالة من الرعب،
وشهدنا في كثير من جولات الصراع مع ميليشيا الحوثيين هذا السلوك الذي تمارسه، هو قصف عنيف ومكثف وعلى مدى 24 ساعة حتى ينهك الآخرون في الطرف الآخر أو المقاومون أو الذين يتثبت يعني متمسكون بموقعهم في القرى وفي البلدات التي تريد الميليشيا اقتحامها، ومن ثم تبدأ بالزحف على هذه المناطق وما إن تضع أو تبسط سيطرتها عليها حتى يبدأ مسلسل التنكيل بتفجيرات المنازل، وهي جزء من إدارة التوحش في الحقيقة كأي تنظيم له نزعة إرهابية، بل بالعكس أكثر من ذلك. يعني ميليشيا الحوثيين تكاد تجمع في سلوكها كل معنى التوحش والإرهاب والقمع والقهر الذي تمارسه أشد التنظيمات عنفا في على مدى التاريخ، وبالتالي تبدأ بعملية التنكيل بالمجتمع والانتقام، اختطافات، إعدامات ميدانية للأشخاص الذين يتم يستسلمون، الأشخاص الذين تعتقد أنه بإمكانها انتزاع اعترافات منهم أو معلومات حول تفاصيل عسكرية معينة أو حول بعض الأشخاص أيضا تقوم باختطافهم وتمارس معهم أشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ومعلومات وتنقلهم إلى أماكن احتجاز سرية في مناطق سيطرتها، ثم بعد ذلك تبدأ بالاختطافات للناس الآخرين للأبرياء للمدنيين وتقوم بالمساومة ومقايضة أهاليهم على حرياتهم بالحصول على أموال، بمعنى أنهم يكونون رهائن، وأحيانا يتم المقايضة على بعض الأشخاص المختطفين من أجل تسليم بعض أقاربهم لسلطة الميليشيا الحوثية، وهكذا في كل مرة تبسط الميليشيا الحوثية سيطرتها على منطقة جغرافية معينة فإنها تبدأ بعملية تنكيل وقمع وقهر للسكان المحليين هناك، والمدنيون بطبيعة الحال هم والناشطون هم في مقدمة ضحايا هذه الميليشيا. اليوم نتحدث عن أكثر من 63 قتيلا في صفوف المدنيين منذ هجوم ميليشيا الحوثيين على منطقة حجور، وهناك مئات الضحايا الإصابات بينهم طبعا أطفال ونساء، هناك أكثر من 4000 شخص نزحوا من المناطق حجور إلى مناطق أخرى بدون أن يتوفر لهم حتى مراكز إيواء، وبالتالي نحن نتحدث عن كوارث وعن انتهاكات وعن جرائم متوالية وسلسلة من الجرائم لا تبدأ بالقصف ولكن عنها تستمر أيضا حتى بعد النزول. نعم، أكثر عبر الصحفي حافظ مطير من مأرب عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ حافظ. مساء الخير والعافية، أهلا بك. وكيف تتابع ما يحدث في حجور من أو ما حدث فيها من خذلان وما يحدث فيها الآن من قتل وتنكيل بالمدنيين؟ أهلا وسهلا، بداية نشكركم على هذه الاستضافة على قناة بلقيس. أما بالنسبة لما يحدث في حجور، هي يعني تحدث عبارة عن تصفيات واجتثاث وتطهير أبناء حجور، هي عبارة عن جرائم إبادة تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية. يعني الغرض منها هو التنكيل واجتثاث المجتمع واخضاع كل من يحاول او كل من يبدو رفضه لهذه الميليشيات او يقول لا نعمل المواطنه المتساويه، لان يعني ربط او نشات من الوهله الاولى على الارهاب وعلى القمع وعلى التنكيل كل من يختلف معها سواء فكريا او سياسيا او اجتماعيا، فهي لا ترى في اليمنيين إلا عبارة عن حشرات، أما أن يقاتلوا بهم أو أنه إذا لم يخضعوا لهم لابد أن تبيدهم، كما هي عادة الجرائم الأئمة السابقين كعبد الله بن حمزة الذي ارتكب جرائم تطهير حق اليمنيين في حق المطرفية، وهذا الجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي هي لا تختلف عن تلك الجرائم السابقة. لكن ما قام به أبناء حجور هو فرضت عليهم الحرب من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابي ولم يدعوا لها أو يقوموا بها، لكن ميليشيات الحوثي الإرهابي عندما داهمتهم إلى قراهم ومنازلهم وجدوا أنفسهم مضطرين للدفاع عن أنفسهم وعن منازلهم وعن أعراضهم وعن شرفهم وعن كرامتهم. هذا ما حدث بالنسبة لأبناء حجور. كون الإرهاب والاعتداء هو حصل لهم، لم يحصل في التاريخ أن تقصف قبائل أو قرى بصواريخ باليستية إلا
في ميليشيات الحوثي الإرهابي أطلقت 3 صواريخ بالستية، إضافة إلى أنها أطلقت الأسلحة الثقيلة كالمدفعية والكتيوشات والدبابة، عملت عملية يعني محرقة كرة، يعني حولت حجور أو منطقة العبيسي إلى كرة من النهر. الآن نتابع الأخبار في حجور بقلق بالغ، كون ما تعرضوا لم يحصل في تاريخ البشرية جمعة، إنه ما بتحصل هناك منطقة مغلقة بشكل كامل، انقطع الاتصالات والإنترنت، ولا يعلم أحد ما الذي يجري الآن في حجور. كون ما بتعرضوا هناك عبارة عن تطهير عرقي شامل، وخصوصا بعد أن حصلت بعض الخيانة أو بعد أن حصل اختراق العبيسة وإسقاط العبيسة، فهناك يعني جرائم مهولة بشكل كبير تجعلنا نتأسى ونقول للعالم لماذا هذا الصمت تجاه ما تتعرض له الحجور. نقول لليمن لماذا هذا الصمت تجاه ما تتعرض له الحجور. برأيك ما هو تأثير هذه الهزيمة على الجيش والمقاومة أيضا التي يعني في كل مكان وهم يرون القيادة تتفرج على جزء من المقاومة دون أي إسناد دون أي دعم، ويعني يتم الآن التنكيل بهؤلاء المقاومين من قبل ميليشيا الحوثي؟ الحقيقة حجور هي لم تهزم، يعني لأنه هذا الميليشيات الحوثي هي عدد عليهم بعثات وقوات وتسليح دولة متكامل، فكيف تطلق على القرى أو المواطنين صواريخ بالستية، بينما المواطن الحجوري هو خرج بسلاحه الشخصي. هذا لا تعتبر هزيمة، وإنما الهزيمة في الواقع الأخلاقية والقيمية على ميليشيات الحوثي كونها اعتدت عليهم أو على قراهم. كيف نقول لها هزيمة؟ لأنه لا يوجد تكافؤ سواء في العتاد والعدة والمدة التي قاومت بها ميليشيات الحوثي الذي قاومت بها أبناء حجور، قاوم الحوثيين أبناء حجور فيها كانت 50 يوم، كان يعني فهو أنا أعتبره صمود أسطوري، و يعني كان أكثر من الشكل المتوقع، كون مجموعة من القبائل تصدوا لهذه الميليشيات، بل أنهم عروا الميليشيات الحوثية وكبدوا خسائر كبيرة في العتاد أو في الأرواح وكلفوها كثير وكثير. نعم، إذن ولكنها في الأخير أضطروا لحشد العديد من المقاتلين وحشد العديد من العتاد والعدة، حتى نقول إذن أنه أكثر حشدت ميليشيات الحوثي أكثر من 20,000 مقاتل لاقتحام حجور، ومع ذلك صمدوا صحيح. نعم لقد سطروا نعم ملاحم بطولية. نعم أستاذ حافظ شكرا جزيلا لك. حافظ مطير الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة أخيرة لك أستاذ محمد. أستاذ محمد إذن نحن ندخل في السنة الخامسة منذ الحرب، الإنقلابيون في أفضل حالاتهم يحققون انتصارات سواء عسكريا أو سياسيا، أصبحوا طرف يعني يعمل لهم حساب أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. الشرعية توقفت في الحديدة، وما الذي يمكن أن يحدث بعد يعني الآن؟ أنا في الحقيقة قد أختلف جزئيا مع موضوع أنه عندما نتحدث عن مكاسب لميليشيا الحوثيين فهو على الصعيد العسكري وصعيد المعركة والصراع، أما الحوثية والميليشيا الحوثية لا تزال فاقدة يعني مشروع عدمي ومشروع غير أخلاقي ولا يمكن لكن أن اسمح يكون لي عند هذه النقطة. نعم. يعني العالم يعترف بشرعية هذه، نعلم ذلك جيدا، ولكنه يعطي كافة الصلاحيات لميليشيا الحوثي، كيف يعني يمكن سلطة أن نفسر أمر هذا واقع للأسف الشديد التناقض. وهذا يؤكد ما قلناه مرة أخرى أنه إخفاقات الشرعية في إدارة المناطق المحررة وخذلان وغدر التحالف أحيانا كما يفهمه بعض اليمنيين هو الذي يصب في مصلحة الحوثي مصلحة الميليشيا الحوثية ومشروعها التدميري، لكن بحد ذاته مشروع الحوثي مشروع عدمي وغير أخلاقي وغير إنساني، وسوف يرفضه اليمنيون إلى الأبد، ولو لم يبقى في اليمن سوى شخص واحد لرفض هذا المشروع لأنه لا يتعايش مع الآخر وغير قابل للحياة، مشروع عنصري طائفي بامتياز وتدميري وعنيف ومتوحش ولا يمكن أن يقبل به اليمنيون على الإطلاق، وبالتالي هذه مسألة مفروغ منها
والحوثيون هم العدو الأول والأساسي لليمنيين، وهو يعني هم تهديد وجودي لليمن كدولة وإنسان وأرض وتاريخ وهوية. لكن أود أن أشير بشكل سريع إلى أنه الإشكالية في مسألة هذه السقطة الكبيرة في حجور، أنه عندما وهذه دائما تتكرر، الجيش الوطني والحكومة الشرعية توقف الجبهات كلها، تتركها ميليشيا الحوثيين هذه الجبهات وديعة عند الجيش الوطني، ثم تذهب إلى منطقة. وقلت دائما وأقول أن الميليشيا الحوثية تعمد إلى سياسة الحيوانات المفترسة التي تستفرد بطرائدها واحدة تلو الأخرى وهكذا. للأسف الشديد هذا ما حصل. أود أن أختم أيضا بمسألة مهمة، أنه إن كان بإمكان حجور أن تكسر فرضية أن ليس أن تكسر فرضية أن قبائل الشمال كلها مع الحوثيين أو قابلة بمشروع الحوثيين، وهو ليس صحيحا بالطبع بطبيعة الحال. لكن للأسف الشديد سقوط حجور بأيدي ميليشيا الحوثيين يعزز هذه النظرية، رغم أنه بالفعل لا يزال هناك كثير من أحرار المناطق الشمال يرفضون هذا المشروع التدميري. الوقت أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك. محمد الأحمدي صحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كل برعاية الله وأمنه.